السلام عليكم، معكم العربي الجتاري دوار اسفولا. المعاناة ديالنا هي الحجرة اللي ما يعني ما عندناش المدرسة هنا في الدوار. الدراري كيتكرفصوا بنينا هاد الحجرة حنا اللي بنينا باش غير يستافدوا شوية. كيعانيوا بزاف من البرد، من ابسط المسائل ما كاينينش في هاد الحجرة هادو المعلمات، وحنا كنحاولوا نرقعوها شوية باش تكون عندهم واحد شوية الجودة. يعني كنتمنوا من وزارة التعليم باش يجيو يشوفوا بحال هاد الحالات هادو ويدعمونا باش الناس يعني يزيدوا لقدام. الدراري ما يضيعوش، ما يوصلوش واحد المستوى يوقف، او لا يعني في المستوى الاول هذا وما عندوش شي مستوى اللي هو هذاك، يعني ما عندوش في التعليم، لان ما لقاش ديك الجوده في المدرسه، ما لقاش يعني يكون عنده الزيار المراقبه فين يعني تكون المطالعه، ولا ما كاينش شي هنايا. بزاف الدراري كيتكرفصوا من هذه المعاناه. كاينين هادو ديال الدوار لهنا قريب، ولكن كاينين شي واحدين في ايغوردون واهيود راه كيضربوا 2 كيلومتر على رجليهم باش كيجيو، يعني 4 كيلومتر الي وروتور. المطلب ديالنا هو كنتمناو من وزاره التعليم باش تجي تشوف هذا المشكل هنا، تشوف هذا الحجره، وتشوف يعني الدراري باش يقراو تكون شي حجره مزيانه فين يقراو الدراري، باش ما يضيعوش حتى هما كيما ضعنا حنا في واحد الوقت اللي ما كانش مازال الطريق كاينه، الطريق غير معبده، ودابا راه ديك الساعه ما كانتش، والدراري ما قراوش، ضاعوا بزاف. يعني في السن ديالي راه اغلبيه ما قراش هنا، ما عندوش فين يقرا. لا حاليا انا باقي عندي بنت باقي ما دخلش سميتو، باقي الله عندها 5 سنين الا العام يعني غادي نشوف الا كانت هذه الحاله، راه ربما نضطر نصبر هنا، ولا ربما نضطر نشوف العائله في المدينه انت تما تستافد هي باش ما تضيعش حتى هي. هنا كاين ديال التحضير وهذا كيتوفروا من الدوله، اما الباقي راه كيشريو لهم والديهم. خص الدمنات كيصيفط للدمنات، ولا الا كان ستيلوات وتفاضر في السوق، ولا كانوا الكتوبه ولا هذا كيصيفط للدمنات. هنا دمنات شي 65 كيلومتر ولا 70 كيلومتر. شوف في سميتو في النقل السري فاش كنمشيو من هنايا، او الترونسبور كيكون خصك الترونسبور من هنا، اللي ما فقتيش معاه الفجر راه تلقى الترونسبور مشى، ما كاينش اللي غيديك مازال لدمنات. راه الترونسبور كاين النقل السري، ما كاينش الترونسبور هنا سميتو، كنمشيو ب 25 درهم وكنرجعو ب 25 درهم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.